بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ما وإن أكره رجل رجلا على قتل فقتل، أو جرح أحدهما كفرا فآخر بها، أو قطع أحدهما يده من الثور والآخر من المغفر، فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجد الدية استويا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا اشترك اثنان في الجناية على النفس أو على الطرف، وصلح فعل كل واحد منهما للقصاص أو للضمان، فإنهما يشتركان فيما يترتب على ذلك. مثال ذلك: لو أكره شخصا على أن يقتل آخر فقتله، وجب القصاص على الاثنين، على المكره وعلى المكره، لأن المكره تسبب في القتل بما يصلح للقتل وهو الإكراه، والمكره باشر القتل ليفدي نفسه من الإكراه. وكذلك لو اشترك في قطع عضو، واحد منهم قطع من الكف والثاني قطع من المرفق، وجب القصاص على الاثنين بقطع يد كل واحد منهما، لأن كل منهما يصدق عليه أنه قطع اليد، هذا قطعها من الكف وهذا قطعها من المرفق، فتقطع يد كل واحد منهما قصاصا. نعم. أما إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل، فالقصاص على المكره والمكره جميعا. أما المبرد فلأنه تسبب إلى القتل العام للعدوان، فوجب عليه القصاص كشهود القصاص إذا رجعوا. وأما المكره فإنه قتل من يكافئه ظلما عدوانا، فوجب عليه القصاص كما لو لم يكره. والدليل على أنه قتل أنه أخذ السيف وحز الرقبة، ولأن القتل عبارة عن روح يتبعه الزهوق وقد وجد منه ذلك، ولأنه أثم بذلك فإن عليه إثم القتل. والدليل على أنه عبد أنه قصد الفعل لآلة محصلة له، ولأن الإكرام لم يسلبه اختياره ولا رغب قصده، بل أن يجد واعيه وكثرها. ولا يقال إنه ينزل بمنزلة الآلة، فإن الآلة لا تأثم وهذا يأثم، والآلة ليس لها قصد وهذا له قصد صحيح، فإنه وقع نفسه واستبطاها بقتل أخيه المسلم، فينبغي أن يجب عليه القصاص ويصير كما لو قال له اقتله وإلا قتلك غدا فقتله، فإنه يجب عليه القصاص. ظهور المسؤولية على المباشر لا شك فيها، لأنه مباشر وقاصد للقتل بما يصلح للقتل، هذا لا شك فيه، لكن الكلام في المكره، الكلام في المكره الذي أكره كيف يقتص منه وهو لم يباشر؟ نعم يقتص منه لأنه تسبب، فلولا إكراهه لما تجرأ المكره على القتل، فكل منهما معتد على نفس معصومة عمدا عدوانا، فيجب القصاص منهم جميعا. وقد سبق أن الصحيح أنها تقتل الجماعة بالواحد إذا تعمدوا قتله. نعم. وهذا مثله. نعم. مسألة: وأما إذا جرح أحدهما روحا والآخر بها،
فإنه يجب عليهما القصاص إذا مات المجروح. يعني يجب القصاص ولو تفاوتت جناياتهم، لو كان بعضهم أكثر جناية من بعض فإنه لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى الجريمة. فلو جرح واحد جرحا واحدا والآخر عشرة جروح فإن القصاص يجب عليهم جميعا بدون تمييز لبعضهم عن بعض، لأنهم يصدق عليهم أنهم قتلوه. نعم. وإن صار الأمر إلى الدية فهما فيها سواء. كذلك. نعم. لأنه يجوز أن يموت من الجرح دون الجراحات، فسقط اعتبار عددها. لأن العبرة بصلاحية الجناية للقتل، والجناية قد تكون جرحا واحدا ويقتل صاحبه، يقتل المجروح. ليس العبرة بكثرة الجروح، إنما العبرة بنوعية الجناية وهل هي قاتلة أو لا. إذا كانت قاتلة وجب القصاص ولو كانت قليلة. نعم. ولأن الجراح إذا صرف نفسا أوجب الدية واحدة، كما لو قطع يده فمات، ولو كانت إحدى الجراح. ولا يقال إن عليه دية النفس ودية اليد، يعني دية ونصف، لا، تدخل دية اليد في دية النفس، يجب عليه دية النفس. نعم. ولو كانت إحدى الجراحتين أعمق من الأخرى، مثل أن تكون إحداهما موضحة والأخرى مهمومة فمات منهما، لو شجاه في رأسه، واحد شجه شجة موضحة وهي التي توضح العظم، والآخر شجه شجة مأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، فهما سواء في المسؤولية، ولو كان صاحب الموضحة أقل من صاحب المأمومة. نعم. مثل أن تكون إحداهما موضحة والأخرى مأمومة فمات منهما فالقول عليهما، لأن نعم. ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات. مسألة. نعم. وإن قطع أحدهما من الكوع والآخر من المنفق فمات وجب القبض عليهما. وقال أبو حنيفة كما سبق لأنهم قطعوا يده، أما كون واحد منهم قطع الكف فقط والآخر قطع الذراع مع قطع الذراع فلا نظر لتفاوت محل القطع، فتقطع يد الاثنين بيد واحدة. نعم. لأجل صيانة النفوس، صيانة النفوس المعصومة. نعم. وإن قضى أحدهما لمجروح والآخر من المنفق فمات وجب القبض عليهما. وقال أبو حنيفة لا قصاص على الأول ويجب على الثاني. يعني تدخل الجناية الصغيرة الجناية الكبيرة، فيكون القصاص على صاحب الجناية الكبيرة، ولكن هذا الظاهر في حقوق الله، أما حقوق المخلوقين فإنها لا تتداخل. نعم. لأنه قطع سراية الأول فمات بعد زوال جنايته، فأشبه ما لو اندمل جرحه ثم مات. ولنا أن قطع الثاني لا يمنع جناية بعدها ولا يمنع جناية قبلها، كما لو قطع يده الأخرى، وما ذكره فغير مسلم، فإن الألم الحاصل لقطع الأول لم يزل وإنما زال، ويخالف الاندماج، فإنه لا يبقى معه الألم الذي حصل في الأعضاء الشريفة فاختلف. مسألة. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، لأنه لم يبقى فيه حياة. إذا ذبحه واحد ثم جاء آخر وقطع عضوا منه، هذا إنما عبث في جثة، في جثة ميت، فالموت حصل بجناية الأول فيكون القصاص على الأول، أما الثاني فيعزر لأنه لا يجوز العبث بجثث الأموات. نعم. وإن قطعه أحدهما
ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الثالث. لأن القطع تبقى معه حياة، فالذي ذبحه أزال حياته بالكلية، فالقاطع يقتص منه بقطع طرفه لأن جنايته مستقلة، والقاتل يقتل لأنه أزهق نفسا بغير حق، فكل منهما جاني، لكن هذا جنى على ما دون النفس وهذا جنى على النفس، فيقتص من الاثنين كل بحسب جنايته. نعم. وذلك أنه إذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا، فإن كانت الجناية الأولى أخرجته من حكم الحياة، مثل أن أخرج ما في بطنه فأبانه أو قطع حكومه وهريئه، ثم ضرب عنقه الثاني أو قطع يده أو قده نصفين، فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، والقبض عليه خاصة، وعلى الثاني التعزير كما لو جنى على ميت. نعم، إذا كانت جناية الأول قاتلة كأن ذبح أو أزال حشوته، يعني أخرج أمعاءه، فهذه جناية لا تبقى معها حياة فهي القاتلة. أما جناية الثاني التي جاءت متأخرة هي إنما هي عبث في جثة ميت فيعزر، وأما الأول فيقتص منه لأنه هو القاتل. نعم. وإن عاد الولي إلى الدية فهي على الأول وحده، لأنه هو الجاني، لأنه هو الجاني، أما الثاني فهو إنما اعتدى على ميت، والمعتدي على ميت ليس عليه قصاص لا في طرف ولا في نفس، لأنه فارق الحياة، ولكن يعزر في تمثيله بجثة آدمي بعد موته. نعم. وإن كان النوع الأول يجوز بقاء الحياة معه، مثل شق البطن من غير إذانة أو قطع عضو كاليد والإصبع، ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل. هذه عكس الأولى، إذا كانت جناية الأول غير قاتلة وجناية الثاني هي القاتلة فإن القصاص على الثاني لأنه هو القاتل حقيقة، أما الأول فيقتص منه بالطرف، إذا كان قطع طرفا يقتص منه فيما دون النفس ولا يقتل، وإن كانت جنايته جراحة توجب حكومة فإنه يلزم بالأرش والحكومة. نعم، لكن لا يستحق القتل لأن جنايته ليست قاتلة، بدليل أن المجني عليه بقي حيا حتى جاء الثاني وقتله. نعم. الثاني هو القاتل لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة، فيكون الثاني هو المخرج لها، فعليه القصاص في النفس، ثم ينظر في جرح الأول فإن كان موجبا للقصاص في جرح الأول، ثم ينظر في جرح الأول فإن كان موجبا للقصاص لقطع الطرف فالولي مخير بين قطع طرفه أو العفو على دية الطرف أو العفو مطلقا، وإن كان لا يوجب القصاص كالجارفة وغيرها فعليه الأرش. الأرش يعني عوض الجناية. نعم. وإنما جعلنا له القصاص أو الأرش لأن فعل الثاني قطع سراية الأول فصار كالمندمج، ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة، مثل جرح يخرق الأمعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني، لأن حكم الحياة ثابت فيه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله، فعلم الطبيب أنه ميت فقال له اذهب إلى الناس، فعهد إليهم وأوصى وجعل أمر الخلافة إلى أهل الشورى، فقبلت الصحابة عهده
وأجمعوا على قبول وصاياه. فهذا دليل على أن الجراحة إذا كانت خطيرة ولكنه يتأخر معها الموت فتصرفات المجني عليه تنفذ، ولو كانت حياته مهددة بالموت تصرفاته تنفذ لأن معه عقله ولأنه تصرف تصرفا في حياته، كما حصل من عمر بعد أن اعتدى عليه المجرم وطعن في الصلاة. نعم، فيكون القصاص على من اعتدى عليه ولو كانت حياته آئلة إلى الموت، لأن هذا عجل بموته وعجل بزهوقه. نعم. فلما كان حكم الحياة باقية كان مفوتها هو القاتل، كما لو غسل عديلا به علة قاتلة. مسألة. كما لو اعتدى على مريض مرضه قاتل، كمن به سرطان أو به به مرض خطر، فمن اعتدى عليه وقتله وهو في هذه الحالة يجب عليه القصاص، لأنه قتل مسلما حيا عقله باقي حياته باقية فيقتل قصاصا. نعم. مسألة. فإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر. هذه مساله اخرى، انتقل الان من الاكراه. لو امر مجرد امر، امر شخصا ان يقتل اخر، فان كان المامور مكلفا يعني بالغا عاقلا فامتثل الامر وقتل فالقصاص على المامور، اما الامر فانه لا قصاص عليه لان باستطاعه المامور ان يمتنع، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيكون القصاص على المباشر الذي هو المأمور إذا كان بالغا عاقلا. أما لو أمر غير مكلف بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر لا على المباشر، لأن المباشر غير مكلف فيكون القصاص على الآمر. نعم. فإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. إذا كان المأمور والمباشر غير صالح للقصاص، إما لجهله بتحريم القتل أو لأنه غير بالغ، هذا لا قصد له، يكون القصاص على الآمر ويكون المأمور كالآلة بيد الآمر. نعم. لأنه إذا كان غير عالم تحريم القتل فهو معتقد بإباحته، وذلك شبهة تمنع القصاص، كما لو اعتقده صيدا فرماه فبان إنسانا. يعتبر هذا خطأ، لو رمى صيدا رأى شبحا فظنه صيدا فأطلق عليه النار تبين أنه إنسان لا قصاص عليه لأنه لم يقصد القتل، أخطأ في القصد، اعتبر هذا قتل خطأ. نعم. ولأن حكمة القصاص الزجر، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، ولذلك يجب عليه وجب على الآمر، لأنه آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به. نعم. كما لو أنهشه حيا أو ألقاه في زبية لأسد فقتله. لو أنه أنهشه حية أنهشته فمات من السم فالقصاص على الذي أنهشه الحية، لأن الحية صارت آلة بيده والحية تصلح للقتل، أو ألقاه في نار أو ألقاه في زبية أسد، زبية حفرة يكون فيها أسد، يعني كانوا يعملون الزبية ويضعون عليها غطاء فإذا جاء الأسد سقط فيها فصادوه، هذا جاء بإنسان وألقاه على الأسد وهو في الزبية، هذا الفعل صالح للقتل فأكله الأسد وافترسه، فإن القصاص على من ألقاه في هذه الزبية،
لأن فعله هذا صالح للقتل، ولا يمكن أن يكون أن يبرأ من العهدة، لأن الأسد صار كالآلة نعم بيده. ويؤدب المأمور. قال الإمام أحمد: يضرب ويؤدب. نعم. قال علي: ويستودع السجن. ويفارق هذا ما إذا علم حق القتل، فإن القصاص على المأمور بإمكانه جابه عليه وهو مباشر له، فانقطع حكم الآمر كالدفع مع الحافز، ويكون على الآمر الأدب. إذا كان يعرف أن هذا القتل بغير حق، إذا كان يعرف أن هذا القتل بغير حق ونفذه، فإن القصاص عليه لأنه غير معذور. نعم. ويكون على الآمر الأدب لتعديه بالتسبب إلى القتل، وإن أمر بالقتل من لا يميز كصبي أو مجنون فالقصاص على الآمر، لأن المأمور ليس له قصد صحيح لكونه غير مميز فهو كالآلة. نعم. مسألة: فإن أمسك إنسانا بالقتل فقتل. هذه مسألة أخرى، نوع من الاشتراك أيضا، واحد أمسك الشخص وواحد قتله، واحد أمسك الشخص لئلا يهرب أو يدافع عن نفسه، وجاء الثاني وقتله، هما متعاونان على قتله، لكن يقتل المباشر، يقتص من المباشر، وأما الممسك فإنه يحبس حتى يموت، يحبس مدى الحياة. نعم. فإن أمسك إنساناً للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، يعني حبساً مؤبداً. نعم. أما القاتل فإنه يقتل بغير خلاف، وأما الممسك لأنه باشر القتل عمداً عدواناً. نعم، هذا لا خلاف أنه يقتل، لكن يبقى الممسك، الممسك لم يقتل وإنما فعل فعلاً مكن القاتل من القتل فيحبس. نعم. وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، وإن أمسكه له ليقتله عالما بذلك، مثل إن ضبطه له حتى ذبحه، فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد، فروي عنه أنه يحبس حتى يموت، وهذا هي المذهب. نعم. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وعنه يقتل أيضا، لأنه لو لم يمسك لم يقدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص كما لو جرحا. وقيل يعاقب ويأثم ولا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أغنى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتل. إن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتل. والممسك غير قاتل، والممسك غير قاتل، ولأن الإمساك سبب غير ملجئ. قتل الممسك غير ظاهر، لأن فعله لا يصلح للقتل. قتل الممسك غير ظاهر، لأن فعله لا يصلح للقتل، فكيف يوجب عليه القصاص؟ لكن هو لا شك أنه مجرم ومتعاون مع القاتل، فلا بد من عقوبته. قيل أنه يحبس حتى يموت، وقيل أنه يعاقب بما يراه ولي الأمر. نعم. فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كالدافع والحافز. الحافر كالدافع والحافر، يعني لو واحد حفر حفرة وجاء واحد ودفع فيها إنسانا، فالقصاص على من؟ على الدافع، لأنه هو المباشر. نعم. ولنا ما روى الدارقطني بإسناد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. هذا لو صح لكان فصلا في النزاع،
لو كان لو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة. نعم. ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت ليكون مثلا لما أتى به، فما لو حبس رجلا عن الطعام والشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. نعم. باب القول في الجروح. يجب القول فيما دون النفس ينقسم إلى أقسام. القود فيما دون النفس ينقسم إلى أقسام: قود في الطرف كأن يقطع عضوا من الأعضاء، وقود في المنفعة، قود في المنافع كأن يجني عليه جناية تذهب منفعة من منافعه كالبصر والسمع والأكل والشرب والمشي. هو ما مات ولا ذهب العضو، العضو موجود لكن ذهبت منفعته، هذه منافع تسمى. والثالث قود في الجراح. الجراح تنقسم إلى قسمين: جراح في الرأس وتسمى بالشجاج وهي 10 أنواع كما يأتي، وجراح في بقية البدن. الله تعالى يقول: والجروح قصاص. فمن الجروح من ما يوجب القصاص، ومنها ما يوجب الأرش فقط، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. فالحاصل أن القود فيما دون النفس 3 أنواع: قود في الطرف، وقود في المنفعة، وقود في الجروح. نعم. ما هو قود في الجروح؟ يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين. هذا القود في الطرف، قود في الطرف يؤخذ كل عضو بمثله، تؤخذ اليد باليد، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والرجل بالرجل، والأصبع بالأصبع، والأنملة بالأنملة، والعين بالعين، والسن بالسن، كما قال الله تعالى: كتبنا عليهم فيها، يعني التوراة على بني إسرائيل، أن النفس بالنفس، هذا القود بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، هذا قود في الطرف. ثم قال: والجروح قصاص، هذا قود في الجروح. نعم. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين، أجمع أهل العلم على ذلك. العين بالعين، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، فمن فقأ عين أخيه عمدا عدوانا فإنها تفقأ عينه، ومن قطع يده من الكف أو من الكوع أو من العضد فإنها تقطع يده، وهكذا من المفصل، إذا كان القطع من المفصل فإنه يقطع منه مثل ما قطع من المجني عليه قصاصا. نعم. لقوله سبحانه: والعين بالعين، ولأنها تنتهي إلى مفصل، مفصل إلى مفصل، فيجري القصاص فيها اليد، لأن العين تنتهي إلى مفصل الحدقة، الحدقة مستقلة يمكن أن ترفع، يمكن أن ترفع وتزال، فإذا أزال حدقة المجني عليه فإنها تزال حدقته. نعم. مسألة: والأنف بالأنف، أجمعوا على ذلك لقوله سبحانه: والأنف بالأنف. أو قطع أنفه من المفصل فإنه يقطع أنفه قصاصا كما فعل بالمجني عليه، لأن الأنف له مفصل، والأنف يتكون من 3 أشياء: من المنخرين والمارن، مارن الأنف، وهو السقف، سقف الأنف، فيمكن أن يزيل الأنف كله، ويمكن أن يزيل أحد المنخرين، ويمكن أن يزيل المارن فقط وهو السقف، فيزال منه بمثل ما أزال من المجني عليه. إن كان زال الأنف كله بأقسامه 3 أزيل أنفه كله،
وإن كان أزال قسما منه فإنه يزال منه مثل ما أزال من المجني عليه. نعم. لقوله سبحانه: والأنف في الأنف وللمعنى الذي سبق في العين. مسألة. نعم. ويجب القول في كل واحد من الجفن بمثله. جفون العين. من جفون العين الأجفان الأربعة. العين لها جفنان: جفن أعلى جفن أسفل. فإذا أزال واحدا من الأجفان أزيل منه مثل ما أزال. نعم. لقوله سبحانه: والجرح قصاص. وهذا جرح ينتهي إلى مفصل. نعم. ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل. نعم. ولا فرق بين جفن الأعمى والبصير في ذلك. لا فرق بين جفن الأعمى والبصير، لأن الأجفان ما فيها بصر، وإنما هي غطاء وجمال للعين، تنفع للأعمى وتنفع للبصير. نعم. لأنهما تساويا في السلامة من النقص، وعدم البصر نقص في غيره، فلم يمنع القصاص فيه. البصر ليس بالأجفان، إنما هو بالعين. الأجفان غطاء للعين وجمال للوجه. نعم. كما أن عدم السمع لم يمنع القصاص في الأذن، لأن السمع ليس في الأذن، السمع حاسة مستقلة، والأذن إنما هي عضو للسمع، فيمكن أن يقطع أذنه ويبقى سمعه، ويمكن أن يذهب سمعه وتبقى أذنه، فالسمع شيء والأذن شيء آخر. الأذن تسمى عضو، وأما السمع فيسمى منفعة أو حاسة. نعم. وتؤخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، لأنها عضو ينتهي إلى مفصل، فإذا جنى على شفة شخص وقطعها فإنه تقطع شفته المماثلة. نعم. وتؤخذ الشفة بالشفة، وهي ما جاوز جلد الذقن والخدين علوا أو سفلا، للآية وللمعنى الذي سبق. مسألة. للآية وهي قوله: والجروح قصاص. نعم. مسألة. ويؤخذ اللسان باللسان، لأن اللسان عضو، اللسان عضو، والكلام منفعة، الكلام منفعة، واللسان عضو، فإذا قطع اللسان يقطع لسانه، ولو جنى عليه فأذهب الكلام وبقي اللسان فإن عليه دية كاملة، عليه دية كاملة. إذا أزال من الإنسان ما فيه شيء واحد منه فقط فعليه دية كاملة، وإن أزال من الإنسان ما فيه شيئان، ما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين، فعليه نصف الدية، وإن أزال الاثنين فعليه دية كاملة، وإن أزال من الإنسان ما فيه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية، وفي الجميع دية كاملة كالأنف، كالأنف، فإنه يتكون من ثلاثة أشياء كما سبق. وإن أزال ما في الإنسان منه أربعة أشياء ففي أحدها ربع الدية، وفي الاثنين منها نصف الدية، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وفي الجميع دية كاملة، وهكذا. نعم. ويؤخذ اللسان باللسان للآية والمعنى، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخص لأنه أفضل. لو أن ناطقا اعتدى على أخرس فأزال لسانه فلا قصاص هنا، وإنما فيه الدية فقط لعدم المماثلة، لأن لسان الناطق سليم ولسان المجني عليه غير سليم، فإذا أخذنا لسان السليم يكون في هذا ظلم وزيادة، لكن تكون عليه الدية. نعم. ويؤخذ الأخرس بالناطق، أما الأخرس إذا جنى على ناطق فإنه يقتص، يقطع لسانه، لأنه أنقص من المجني عليه، فليس في هذا زيادة وإنما فيه نقص. نعم. ولا
لا ما في عرش، ما في عرش. إذا يخير إن بغى دية كاملة يأخذها وإن بغى قصاص يقول ما يخاف يقطع لسان الأخرس. نعم. ويبخل الأخرس بالناطق لأنه بعض حقه. مسألة. نعم. ويؤخذ السن بالس. دليل حديث الربيع بنت أنس ابن الربيع لما كسرت سن جارية من الأنصار طالبوا بالقصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع، فقال أبوها أنس بن النضر، أنس بن النضر رضي الله عنه، والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فبينما هم كذلك ألقى الله في قلوب أولياء المجني عليها العفو فعفوا، عفوا عنها، ولو لم يعفوا لا اقتص الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا من كرامة أنس بن النضر ألقى في قلوب أولياء المجني عليها الرحمة فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأن أنس بن النضر أقسم على الله فأبره الله جل وعلا لكرامته عليه. نعم. وإلا لو أصروا على القصاص لاقتص الرسول صلى الله عليه وسلم منه. نعم. مسألة. ويؤخذ السن بالسن، أجمع أهل العلم على ذلك لفضله سبحانه والسن بالسن، ولأن القصاص في السن ممكن، لأنه يبرد، القصاص في السن ممكن، ما هو بيكسر معناه أنه يكسر السن كسر، لا معناه أنه يبرد فيزال منه بقدر ما زال من المجني عليه، هذا الكسر. أما إذا قلع، إذا كان الجاني قلع سن المجني عليه فإنه يقلع من أصله. نعم. ولأن القصاص في السن ممكن لأنها محدودة في نفسها فوجب فيها القصاص كالعين. وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة والمكسورة، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة والمكسورة، تؤخذ بالصحيحة لأنه يأخذ بعض حقه. ولا تؤخذ الصحيحة بالمكسورة لأنها أكمل. نعم. لأنه يأخذ بعض حقه ويأخذ معها من الدية لقدر ما انكسر منها، على قول ابن حامد وعلى قياس قول أبي بكر لا ينبغي أن يجب مع القصاص شيء. إذا اختار القصاص يكفي، ما يجمع بين القصاص والدية، إنما يؤخذ أحدهما إما القصاص وإما الدية. نعم. مسألة. وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل لقوله سبحانه والجروح قصاص. نعم. ولأن لهما حدا ينتهيان إليه وهو المفصل فيجري فيهما القصاص كبقية الأعضاء، فيقطع من الجاني من المفصل الذي قطع منه المجني عليه، فإن كان قطعه من عرش الرجل يقطع من عرش الرجل، وإن قطعه من الكعب يقطع من، وإن قطعه من الركبة يقطع من الركبة. نعم. مسألة. ويؤخذ الذكر للذكر، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك. لو جنى على شخص فقطع ذكره عمدا عدوانا فإنه يقطع ذكر الجاني، لأن هذا عضو من الأعضاء ينتهي إلى مفصل فيقام فيه القصاص، يقام فيه القصاص. نعم. لقوله سبحانه والجروح قصاص، ولأن له حدا ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيل فوجب القصاص فيه كاليد. فإن كان استوعب الذكر كله فإنه يقطع كل الذكر، وإن كان قطع بعضه فإنه يقطع بعض ذكره بالمقياس، بمقدار ما أزال من ذكر المجني عليه، الربع أو النص أو الثلث، يقاس هذا بالمقياس. نعم.
ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير والشاب والشيخ والذكر الكبير والصغير، كله سواء، لأن وجب القصاص فيه بين هذه المعاني. فلو أن كبيرا قطع ذكر صبيا فإنه يقطع ذكر الكبير، ولا يقال هذا كبير وهذا صبي، يقطع ذكر الكبير. نعم، لأن كلما وجد القصاص فيه من الأضرار لم يفرق فيه بين هذه المعاني كاليد والرجل، كما لو أن الكبير قطع رجل الصغير تقطع رجل الكبير. نعم، مسألة وتقطع الأنثيان بالأنثيين، الأنثيان يعني الخصيتان، الخصيتان، فإذا جنى على شخص وقطع خصيتيه فإنها تقطع خصيتا الجاني قصاصا. نعم، للآية والمعنى. مسألة وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه للنص والمعنى، كل ما أمكن القصاص فيه مما ينتهي إلى مفصل أو إلى حد فإنه يجب فيه القصاص لعموم الآية، والجروح قصاص. نعم، مسألة ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، يشترط في القصاص فيما دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس من الشروط الأربعة السابقة. نعم، وذلك أن القصاص فيما دون النفس معتبر له ثلاثة شروط. أحدها كون المجني عليه مكافئا للجاني، فإن لم يكن مكافئا كالعبد إذا قطع الحر طرفه، أو الذمي إذا قطعه المسلم لا يقطع طرفه بطرفه، لأنه إذا لم تؤخذ نفسه بنفسه لعدم المكافأة فوجب أن لا يؤخذ طرفه بطرفه طرفه، فوجب أن لا يؤخذ طرفه بطرفه لعدم المكافأة. إذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في الطرف لعدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه. نعم، الثاني أن تكون الجناية عمدا، عمدا عدوانا، إن كانت خطأ فلا قصاص مثل ما سبق. نعم، فإن كانت خطأ لم يجب القصاص بغير خلاف، وإن كانت عمدا خطأ مثل أن يضربه بحجر صغير لا يصلح مثله فأوضح لم يجب القصاص لأنه شبه عمد، كما أن شبه العمد يكون في القتل يكون أيضا فيما دون النفس. نعم، ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحرم. وقال أبو بكر